نظرا لتدهور مستوى بطولتنا الوطنية إلى الحضيض، ما علينا إلا انتظار توافد اللاعبين المحترفين من وراء البحار من المدارس الأوروبية، أو إرسال لاعبين في بطولتنا إلى خارج الوطن حتى يتطوروا من الناحية الفنية والاحترافية والتكتيكية والذهنية. لذلك نقدم لكم اليوم موهبة خارقة جدا تنتظر التفاتة بالماضي ودعوة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، نتعرف عليها بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم على قناتنا قناة المقهى الرياضي. نقدم لكم اليوم الموهبة الجزائرية أو الفرانكو الجزائرية نايس جوهرة، اللاعب نادي سوسيداد، خريج مدرسة ساتيتيان، ولد بفرنسا في 23 نوفمبر 1999، أي لديه 20 سنة، مركزه هو لاعب وسط. نذهب الآن لنرى فنيات اللاعب. نايس جوهرة هو جوهرة بحق، وهو لاعب متعدد المراكز. نبدأ أولا بمشاهدة فنيته في وسط الملعب وفي العمق، شاهدوا كيف يتحكم في الكرة وكيف يراوغ عدة لاعبين في رمشة عين دون مشكل أبدا. شاهدوا التحكم في الكرة في مساحة ضيقة، يفتح الزاوية لنفسه ويسدد الكرة كما يشاء. موهبة يعني ممتازة جدا ما شاء الله. نتمنى من الاتحاد الجزائري أن يلتفت لهذه الموهبة التي ستتطور بإذن الله، ونتمنى أن نراه في أندية كبرى ويلعب على الأقل في النادي الأول لسوسيداد. شاهدوا الثقة في النفس كيف يسدد الهدف، فتح الرجل وفتح الزاوية رغم خروج الحارس، وأصعب يعني فرصة اللاعب عندما يسدد والحارس خارج مرمى. الآن تمريرة، هذه تمريرة من طراز تياغو، من طراز إنيستا، من طراز كزافي، طراز عالي جدا. يعني اللاعب شاهدوا كيف يمسح الملعب برمشة عين ويمرر للاعب في الوقت المناسب وكان المكان المناسب. لو تأخر بجزء بالمئة لكان اللاعب تسلل. شاهدوا اللاعب كيف يتخلص يعني من خط كامل، يتخلص لك من خط ويمرر الكرة في العمق، خط وسط يعني يضرب لك. عندما هناك لاعبين مفتاحيين في الفرق، عندما تتخلص منهم تضرب الخط كاملا وتخلق فرصة لفريقك كما تشاهدون الآن. الصور أغنى عن كل تعليق. شاهدوا تمريرات اللاعب السحرية في الوقت المناسب، يعني والله يعجز اللسان عن التعليق، ما شاء الله. يعني لاعب في هذا السن بهذه الموهبة، تمريرات فنيات. شاهدوا مراوغة على ستيل زين الدين زيدان وعلى ستيل ميسي. الآن كذلك يسدد من خارج منطقة الجزاء كلما حانت له الفرصة، يعني لديه رؤية ممتازة للملعب. لاحظوا كذلك هنا كيف يروض الكرة بهذه الطريقة الفنية الرائعة جدا. هذه الفرصة تدل على أن هذا اللاعب مليء بالمواهب التي نتمنى أن يستفيد منها المنتخب الجزائري. التمريرات كما قلنا بلا تعليق، تمريرات سحرية مليمترية، هي تعتبر أكثر من نصف هدف. التمريرة لوحدها تعتبر أكثر من نصف هدف. في الجناح يعني هو كذلك لاعب جناح، يضم إلى الوسط كما تشاهدون، يعني يدخل بكرة، ليس لاعب جناح يلعب على الرواق فقط، وإنما يدخل بكرة ويخلق الفرص داخل منطقة الجزاء. هناك عدة لاعبين لديهم هذا ستيل، تيري هنري، ريبيري، روبن، كلهم يعني لديهم هذا ستيل، يدخلون بكرة إلى داخل منطقة الجزاء. شاهد 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 الآن، يعني يعطيك كثافة عددية داخل منطقة الجزاء، يتخلص من اللاعبين بطريقة فنية ممتازة جدا ودقة عالية. في إفريقيا يفيدنا هذا اللاعب، مع تهور اللاعبين الأفارقة يمكن لهذا اللاعب أن يعني يأتينا بضربات جزاء بكثرة. كذلك التمريرة، لاحظ التمريرة وكأنه أعطاها له بيده وقال له سجل، لكن اللاعب لم يسجل. لا يهم، ما يهم هو التمريرة. شاهد على القدم، التمريرة على القدم، وكأنك تشاهد لاعب دي بروين أمامك وليس لاعب جزائري شاب.
فنيات لا تعليق كما قلنا، نترككم مع الصور، شاهدوا كيف يتخلص من لاعبين اثنين بسهولة تامة. يتخلص من لاعبين في كثافة في وسط الميدان، هنا شاهدوا كيف من منطقة فريقه إلى منطقة الخصم، من الثلث الأخير إلى فريقه إلى الثلث الأخير إلى خصمه، ويعطيك فرصة هدف ويتمكن من الوصول إلى منطقة جزاء الخصم كما قلنا بسهولة. سرعة، فنيات، دقة وهدوء، يعني غريب جدا على اللعب، لاعب هادئ جدا في لعبه، وكأنه يعني يلعب مع لاعبين أقل منه سنا، شاهدوا كيف يلعب بكرة، وكأن اللاعب متمرس ويلعب في سن من سنين طويلة في المستوى العالي. شاهدوا يعني من العمق ويدخل ويضم إلى من الجناح، يضم إلى العمق، يغير لك الخطة، يغير مكان من المرات القلائل اللاعب يعني نايس يلعب على الجناح الأيمن، وكذلك كما تشاهدون لديه فنيات ممتازة جدا. نتمنى من بالماضي أن يلتفت لهذا اللاعب ويجلبه إلى المنتخب الجزائري. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.